العلامة الرائعة على مغارة الميلاد هو مشهد عزيز على الشعب المسيحي، ودايما هيك بخلينا نحس بالاندهاش والإعجاب. هيدي الصورة لحدث ميلاد يسوع، أحلى حدث بحياتنا، هي إعلان ببساطة وفرح لسر تجسد ابن الله. ببساطة وفرح منعيش هيدا العيد، وهو مثل إنجيل حي بيتدفق من صفحات الكتاب المقدس. ونحن اليوم عم ندعي كل اللي عم بشوفنا وعم بتابعنا وعم بتابع هالفقرة يلي بعرف انه كتار بينتروها كل نهار جمعة بهالوقت، لنتأمل بمشهد عيد الميلاد، بأحلى مشهد بهالعيد، لننطلق ونمشي بالروح منجذبين من تواضع هيدا اللي صار إنسان لحتى يلاقي كل إنسان. منكتشف قديش حبنا أكتر من ما نحنا ممكن نحب حياتنا، لدرجة أنه صار بده يتحد فينا لحتى نحنا كمان نتعلم كيف نتحد فيه. يا رب بدي أقول صباح الخير للمطران شارل مراد، أهلا وسهلا فيك حضرتك النائب البطريركي لأبرشيت بيروت للسريين الكاثوليك. واليوم عنوان الحلقة علامة رائعة، المغارة، واليوم كمان هيك طفل المغارة اللي بيناتنا وجمعنا أنا وياك، وإن شاء الله يكون هيك الله دايما خصوصي بهيدي الفترة عم ببارك كل لقاءاتنا وخصوصي اللقاء معك. ما بنعرف نحن عن جد شو هي قيمة ومعنى المغارة الحقيقة. أكيد بتعرفي هالفترة كتير بيوتنا حلوة لأن متزينة المغارة، يعني بنعمل زينة، بنعمل للطاولات، بنعمل الشجرة، بنعمل القواد، بنعمل مدخل البناية، يعني كتير حلو نقدر نعبر ونعبر حتى لو كان بأشياء متواضعة. بتعرفي أوقات نحن بنعمل هيك الأمور منعقدة شوي، إنه بدنا شيء فخم وشيء مرتب، مع إنه المغارة إذا بفكر فيها هي شغلة كتير بسيطة ما فيها شيء. فكتير حلو اليوم هذا الجو يلي منعيشه ببيوتنا وبمكاتبنا وبمدارسنا وبكل الأماكن العامة يلي منزين فيها لحتى نجسد ونعبر عن معنى تجسد ابن الله على الأرض. فكتير مهم اليوم أول شغلة نفكر إنه هالمغارة يلي منعملها ببيوتنا ويلي كل شيء بيكونها هو شيء طبيعي، يعني إن كان الوراق، إن كان الأشخاص، إن كان الأشياء الديزاين يلي منحطهم بقلب المغارة، إن كان أوقات منصير مخيلتنا تروح أوسع، منصير نحط مثلاً مرة عم تغسل، واحد عم بيطحن قمح، واحد عم بيشيل القمحات، رموز للبساطة بالفرن، يعني منحاول نتخيل الضيعة ويلي هن كلهم فقرة تنحطهم حد المغارة. فإذا هيدا الجو اللي منعيشه ما بيدل إلا أول فكرة على فقر يسوع يلي جسد على الأرض. وفقر يسوع نحن أول شيء منفكر إنه الله يلي هو خالق كل شيء، يلي هو أغنى شيء، ويلي هو قادر على كل شيء، تخلى عن كل شيء من أجل الإنسان. وهذا هو الفقر. الفقر مش أنه ما يكون معي مصاري بالمرة، الفقر مش معناته أنه أنا أكون مبهدل على الطريق تكون فقير. يمكن أنا أكون أملك كل شيء ولكن أنا بقدر أتخلى عن كل شيء من أجل المسيح. وهون يلي اليوم بالمغارة ويلي عيد الميلاد بده يخلينا نفكر فيه ونتأمل فيه ونعيشه. بدنا نعيش الفقر، مش الفقر انه واحد قاعد على الطريق، الفقر انه انا اليوم قلبي بشو معلق، حياتي بشو معلقة، شو الأولوية بحياتي. بالنسبة للمسيح الأولوية كانت عنده الإنسان، مشان هيك ترك كل شيء مشان ينزل على الأرض حتى يعلم الإنسان كيف يحب، حتى يعلم الإنسان كيف يكون موجود. مشان هيك مي المغارة اليوم يلي موجودة ببيوتنا بدنا نتعلم ونعلم أولادنا أنه منا زينة، منا زينة. بتعرفي هلأ في حملة كتير كبيرة على رموز الميلاد بالعالم كله. لحظة بتشوفي زينة هلأ بالعالم، إذا بتفوتي على السوشيال ميديا بتتفرجي على الزينة بالعالم، مش عم بحكي ببيوتنا، بالعالم كل البلدان بتشوفي بزينوا كل شيء إلا المسيح مش موجود. وهيدي مقصودة، مقصودة تيفرجونا أنه العيد مش هو يسوع، العيد هي الزينة. يعني بتشوفي بابا نويل، بتشوفي تلج، بتشوفي حيوانات، بتشوفي طب المسيح وين؟
وهيدي نحن كمسيحيين عم ننجر لها دون أن ندري، من دون ما نعرف صرنا عم نزين بيوتنا بالشجرة وما نعمل مغارة. وين المسيح؟ صرنا منفكر العيد يلي هو بس الشجرة والزينة والحيوانات والتلج والهدايا، بس ما في مغارة. مع أنه بالأساس مار فرانسيس الأسيزي ب 1223 وقت أراد أنه يعمل مغارة حية، مغارة حية يعني جاب أشخاص جسدوا عمل أو روح الميلاد، يعني عايشوا بالمغارة تيعمل تيشوف كيف بحسوا هالأشخاص يلي كانوا موجودين وقت خلق المسيح بهذه المغارة. فإذا ما بدنا نحن كمسيحيين نساهم أنه نفقد معنى العيد ونفقد معنى روحانية المغارة. أكيد. اليوم كيف لازم نعيش الميلاد أبونا؟ بدنا نعيش الميلاد ماي بأمور كتير بسيطة مثل ما قلنا بالأول، لأن المغارة هي بسيطة. أول شغلة بكل بساطة ممنوع يكون عنا مغارة بالبيت ما نصلي قدامها. قديش حلو إذا نحن هيك عشية قبل ما يناموا الأولاد قلنا لهم تعوا وقفوا حد المغارة، نقول على القليلة مرة أبانا والسلام، أو أنت شو بتطلب من الطفل يسوع بهذا العيد؟ خلي ابني يعبر، خلي ابني يعرف يصلي على صوت عالي، مثل ما أنا بخليه يغني على صوت عالي قدام الكل بنبسط فيه، مثل ما بخليه يمثل بالمدرسة، مثل ما بخليه يكتب مكتوب لبابا نويل يقول له شو بده كادو، خلينا علمه كمان يحكي مع يسوع، يتعلم يقف قدام المغارة. فإذا هيدي المغارة ما لازم تكون مثل ما قلنا بالأول زينة، لازم تكون زاوية صلاة بالبيت، خاصة بهذا الشهر. وأكيد كلنا بننبسط وقت منحط هالأدوية وبالليل منتركهم مضويين، بصير بيتنا هيك منحسه في حضور، في هيك في روح طيبة، في روح الميلاد بالبيت مع الزينة مع الأكلات الطيبين. فإذا هالأمور ما هي إلا تعبير خارجي لإيماني أنا الداخلي. فإذا بدي أعلم ابني، لأن ابني بكرة بده يكبر وابني بكرة بده يتجوز وبده يأسس عائلة، مثل ما أنا بعلمه لابني بكرة هو رح يعلم أولاده، وكمان ولاده رح يعلموا ولادهم. فإذا خليني أنا أترك بابني من اليوم علامات حلوة، علامات هيك حساسة بنفسه لحتى يحملها، وهو بعدين إذا سافر وين ما كان بحي الله بلد بيضل يقول بينه وبين نفسه أمي كانت تخليني صلي قدام الشجرة، أو بي كان يقول لي ركع قدام الشجرة. فإذا الولد ما بينسيها، وهو بس يكبر بس يمرق حط حي الله مغارة وين ما بيكون ببلدان العالم، بنفس الفعل بذكرته رح يقول أنا وصغير كنت أوقف قدام الشجرة صلي أنا وأهلي. تبه هالذكريات يلي منتركهم بنفوس ولادنا هول ما بيموتوا، يعني مثل ما بينسوا كيف طلعوا على التلج، مثل ما بينسوا كيف راحوا سافروا، مثل ما بينسوا الهدايا اللي إجاهن، مش ممكن ينسوا اللحظات يعني هيك الحساسة والنفسية والعاطفية يلي بيعشوها مع أهلهم، خاصة بالصلاة، خاصة بجو العيد. مشان هيك ما بدنا بس العيد يكون أكل وشرب وهدايا وزيارات ووجبات، بدنا العيد يكون أعمق من هيك. يعني بكرة بالعيد قديش ناس بتجتمع مع بعضها، بس قديش ناس بتصلي بهذا الاجتماع، حتى قبل الأكل بابا يصلوا، حتى يمكن هيك على القليلة يقولوا ترتيلة للميلاد قبل الأكل، أنه يمكن بحطوا أغاني مودرن بيرقصوا عليها بيشربوا مبيد، أنه هيدي سهرة الميلاد. بس شو معناتها سهرة الميلاد؟ هل يا ترى سهرة الميلاد بس أكل وشرب ورقص وهدايا؟ سهرة الميلاد هي حضور يسوع. أكيد بدنا ننبسط، أكيد بدنا نجيب هدايا، أكيد بدنا نشرب، أكيد بدنا نعبر عن فرحنا، بس ما ننسى الطفل يسوع يلي هو عمل هالمناسبة، يلي هو جسد وخلينا نجتمع. وما هي الاجتماع إلا أنه نجتمع لحتى نستقبل الطفل يسوع. فإذا كتير مهم هالميلاد اليوم بدنا نعيشه بكل بساطته، لأن هو بسيط مثل المغارة هي بسيطة، مثل ما يسوع هو خلق بمزود بسيط، مثل ما أجوا الحيوانات بشكل كتير بسيط، مثل ما أجوا الملوك المجوس كمان بشكل كتير متواضع أجوا لعند ملك المجد، مثل ما الكواكب كلها حضرت حتى ترحب
بطفل يسوع، نحن كمان كبشر بدنا نجتمع لحتى نحضر ونعمل جو هالعيد يلي هو يسوع هو العيد. أبونا سيدنا تنرجع للمغارة وشكل المغارة والمشاركين بهيدا المغارة، المخلوقات كلها شاركت بميلاد يسوع، كيف؟ هيدا اللي بيزعلنا مي، انه اوقات نحن كل شيء اشترك بالمغارة الا نحن. يعني كل واحد معنا هو بالمغارة. يعني وقت ما كنا عم نعمل المغارة ببيوتنا اكيد ولادنا بيكونوا معنا، مش هيك؟ وقت هيك بيكون البيت معجوق، بنفتح الكراتين ببلش يقولوا بنعملها هون، لا بنعملها هون، بدي اعمل هاي، بدي احط هاي. يعني هيدي الفرحة هي فرحة كتير حلوة، ولكن لحظة منحاول نحن ما ننقص شيء بالمغارة. ليه؟ لأن عنا الإنسان موجود يلي هو بيتمثل بالرعيان وبمريم ويوسف يلي هن العيلة، وبالملوك يلي هن المجوس. هذا الإنسان. منشوف الحيوان يلي موجود بين البقر والغنم يلي كانت موجودة بهالإسطبل، وإجت ترحب بملك المجد لأن هو ملك كل الأرض. وتالت شغلة النجمة يلي كانت موجودة يلي هي بتمثل الكواكب. فإذا الكواكب والطبيعة يلي هي مغارة والحيوانات والإنسان، فإذا كل المخلوقات رحبوا بمين؟ بيسوع المسيح. طب أنا وين من هالأمور كلها؟ فإذا أنا وقت أقول كل الكون عم يرحب بالمسيح، أنا اليوم بدي يكون عنصر فعال بهذه المغارة. أكيد ما بدي إجي أقعد بقلب المغارة، ولكن أنا بحياتي بدي يكون هالعنصر الفعال يلي بيجسد المغارة، مش بالورق وبالتمثيل، ولكن يلي بيجسد المغارة بقلبي بنفسيتي. لأن هالمزود يلي هو صحن لأكل الحيوانات صار المسيح هو بقلب هالمزود يلي أنا بشبهه، صار صحن القربان. وأنا من وين باكل؟ أنا باكل من القربان. فإذا المسيح اللي بالمزود أصبح القربان يلي أنا وإنت وكل واحد منا بيتغذى منه. فإذا هو جعل حاله طعام للإنسان، والإنسان وقتها بحب شخص بيقول بدي أكلك، مش هيك؟ وقتها بنحمل ولد صغير منصير نحن نبوسه ونعضعضه، وهيدي علامة الأكل، لأن الإنسان وقتها بحب ياكل. فإذا نحن قد ما بنحب المسيح بدنا ناكله، وهيدا الأكل يلي بناكله بالقربان، من أكل جسدي وشرب دمي ثبت فيا وأنا فيه. فإذا هيدي الصورة يلي منشوفها بالمغارة ويلي هي بقول عنا إنجيل لوقا، إنه وقتها مريم ولدت الطفل قمطته ووضعته في مزود. فإذا هيدي هي رمز المغارة. فإذا هالمزود يلي صار هو رموز المسيح، وهي المزود يلي هو صار عرش الملك، مع انه المزود هو شيء كتير ما له قيمه، خشب بياكلوا منه الحيوانات، صار يعني شيء شي. فاذا صار هو كرسي ملك المجد. فاذا هيدي الكرسي يلي من خلالها المسيح تربع على كرسي المجد، اصبح انا قلبي هو المزود، وجسمي هو المزود، وحياتي هو المزود يلي انا من خلاله بده يصير المسيح قاعد فيه لحتى انا اعطيه للعالم. فاذا انا وانت وكل واحد منا اليوم بعيد الميلاد بده يحول حياته لهالمزود يلي بيعطي الطعام وبيعطي الحياه وبيعطي المجد للاخر. انا بدي عايدك سيدنا، واهلا وسهلا فيك دائما، وبدي اتمنى كل هالحكي اللي عم تحكيه نكون غيرنا كان بنظرة شخص واحد على القليلة اليوم، يكون عن جد عم بعيد العيد مثل ما لازم. أنا كمان بدي عيدك وبدي عيد المشاهدين، وإن شاء الله بيكون عيد مبارك. ودائما أنه نعلم أنه ما نقول ينعاد عليكم، خلينا نقول ولد المسيح. هللويا هللويا. فاصل قصير وبتطلع عليكم نور أبي مشعر مع إشة بتاخد العقل. بدي أتشكر نور على الكلية الحلو. نور عمرها 12 سنة وهي بتشارك بمعارض، من عمر كتير صغير اكتشفت موهبتها وعم بتنفذها، واليوم لبستنا أنا سحر من أحلى العقود اللي هي عم تشتغلهم بكل دقة وحرفية. بعد الفاصل